مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويصلكم كل جديد. خوتي الأعزاء، هانتوما كيف ما كتلاحظوا، راه يلاه دخلت الان الجيميل، راه كان عندي مشكل في البواط ايميل اللي رسلتوا لي فيها لي سي في ديالكم الخوت. دونك راه يلاه دخلت دابا غنبدا نقرا ان شاء الله في لي زيميل ديالكم ونشوف لي سي في. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي بغاو يكريو لي كونت في لانابيك، لقاو مشكل، غادي نكري لكم لي كونت ان شاء الله. غادي تسيفطوا لي لي زانفورماسيون، الله يجازيكم بخير. دونك غادي نحط لكم واحد الفيديو ونوريكم فيه انا يعني لي زانفورماسيون اللي خصكم تسيفطوا لي. ما تسيفطوا لي لو سي في، لو سي في راه فيه المعلومات. جيميل هو المهم، يعني جيميل باش ندخل لكم الجيميل، وانتم من بعد ما غادي نسجلكم غادي توصلوا واحد الرساله ديال الكونفيرماسيون في البواط ايميل ديالكم، ومن بعد ما توصلوا غادي تردوا عليا باش انني نكمل لكم التسجيل. دونك يا اما تصيفطوا لي لي سي في اولا تصيفطوا لي المعلومات مكتوبه. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي بغاو يصايبوا لي سي في غادي نتكلف لكم ان شاء الله. بالنسبه ايضا الاخوان والاخوات اللي بغاو يموديفيو ولا يفيريفيو لي سي في واش مزيانين، واش كاين شي مشكل، واش الا كان شي موديفيكاسيون ان شاء الله غادي ايضا نشوف لكم لي سي في. واش نخر بالنسبه دونك هادشي اللي عقلت. دونك غادي نقرا ان شاء الله لي زيميل، راه كاين بزاف بزاف ديال لي زيميل كيف ما كتلاحظوا الاخوان. دونك البواط ايميل راه عامره بزاف، وكنعتذر الناس الا تعطلت عليكم بزاف، يعني ماشي غادي نتعطل عليكم بزاف، ولكن راه غادي نحاول نجاوب واحد واحد وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك الواحد غادي نجاوبو، وهذا ما كان يعني بغيت نقول لكم شي حاجه ومشات لي يعني ولا بطراج. بالنسبه للاخوان والاخوات ايضا اللي بغاو يصايبوا لي سي في بالطريقه الكنديه، اللي بغا يبوستيليو لكندا ايضا ان شاء الله غنتكلف لكم بلي سي في باش ان شاء الله يكون الطلب ديالكم مقبول. اذا هادشي اللي كاين اخوان والاخوات، نتمنى لكم التوفيق، الله يسهل الجميع. هادشي كامل بغيناكم فقط دعوات الخير ودعمونا في القناه ان شاء الله، لي لايك بارطاج شاركوا في القناه. وهذا ما كان ان شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع. خوتي كان معكم ابو ريان، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.